بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة كيف تفوز في أقل من 20 نقلة. هذه السلسلة هامة للغاية لأنك ستتعلم النقلات الصحيحة في الافتتاح وكيف تستفيد من أخطاء الخصم وكيف توقع به في فخ عميق أو بالعكس كيف تتخلص من هذا الفخ. ولكي نعظم الاستفادة من كل فيديو سنضيف في البداية موقف نهاية الدور، والفقرة التالية سيكون موقف تكتيكي مع سؤال، ونبدأ في الفقرة الثالثة وهي الفقرة الرئيسية وتتكون من دور قصير ونتعلم منه شيئا جديدا خاصة في الافتتاح، وفي النهاية إجابة نهاية الدور، ثم نختم الفيديو بإجابة للموقف التكتيكي شعار هذه القناة الدراسة العميقة مع المتعة المؤكدة. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. ونحن نقترب من نهاية هذه السلسلة بأضع بعض الأدوار التي ربما لن تنساها، ولذلك اخترت دور للمعوضة الشابة بول مورفي الذي اكتسح جميع منافسيه في أمريكا ثم ذهب إلى أوروبا، وخلال ما يقترب من 3 سنوات طاف جميع أرجاء أوروبا يلاعب أبطالها ولم يصمد أحد أمامه، واعترف به الجميع كبطل عالم غير رسمي. وعندما عاد إلى أمريكا اعتزل الشطرنج وهو ما زال في منتصف العشرينيات ولم يعد إليه مرة أخرى، ولذلك لقبه الجميع بفخر وحزن الشطرنج. وسنرى في هذا الفيديو أحد روائعه، وكذلك فقرة التكتيك سنجد أحد الأكروبات الشطرنجية. ولكن قبل أن نبدأ هيا نرى إجابات الفيديو السابق. بيشوب B5 طالب الوزن G2 تشيك، والمال فاز معنا في فقرة الإهداءات UV يوسف وهوب عبد الحميد علاء هشام غالب لايت أنيم أحمد دبليو الضو حسن عمر المصري محمد زبون عبد العزيز الإدريسي منذر السعدي أحمد منسي قيتم مهدي جرجس جبرائيل بوب شميح ووليد زكي. ودلوقتي نبدأ فقراتنا بسؤال نهاية الدور. في الموقف ده الأبيض رغم أن معاه رخ إلا أن الأسود لديه بدائين بيقتربوا كثيرا من مربع الترقية، والملك الأسود أكثر قربا إليهم من الملك الأبيض، ولذلك الأبيض عليه أولا الحد من حركة الملك وبيلعب روك H2 وبيمنع الملك من الذهاب للصف الثاني، وأفضل نقلة للأسود هو A3 وهنا بينتهز الملك الفرصة للاقتراب كينج E5 A2 كينج D4 كينج B1 وبيهدد بالترقية لوزير في النقلة القادمة وبكش، والأسود حيفوز. وهنا الأبيض عليه أن يتخذ قرارا حاسما، يا ترى إيه هي النقلة المفتاح؟ واللي يجدها يكتبها في المداخلة وله إهداء في الفيديو القادم. الفقرة الثانية هو سؤال موقف تكتيكي. هنري جيمس من اللاعبين الأقوياء ولكنه كان مشهور بوضع الألغاز، وفي هذا الدور بيلعب بالأبيض ولعب النقلة البريئة نايت E5. لا يبدو أن هذه النقلة بتطلب أي شيء، ولكن الأسود وجد رد قوي للغاية C takes D4. اولا الاسود فاز ببيدق، ثانيا الحصان اصبح غير محمي ومعرض للاخذ، ويبدو ان الاسود فاز لان هذه النقلة بتكشف هجوم بالرخ على الوزير، لكن جيمس كان عنده رد مفحم. يا ترى ايه هي النقلة المفتاح اللي بدأ بها تكوينته المميتة اللامعة اللي ربما لن ينساها الاصدقاء مدى العمر؟ ومن يجد النقلة المفتاح يكتبها في مداخلة وله إهداء في الفيديو القادم. والفقرة الثالثة وهي الرئيسية هنستعرض دور قصير. مورفي بيلعب بالأسود والأبيض اسمه شولتن اللي بدأ بE4 ورد مورفي E5 F4. شولتن بيلعب جنبية الملك وبيضحي بيدق في سبيل ان مورفي ياخده، وبذلك يترك له التحكم في الوسط والسباق في التعبئة، ولكن مورفي لعب D5 وده أفضل رد على جنبية الملك واسمه جنبية فالكبير المضاد. الأسود طالب بدأ الE4 وبيدفع الأبيض لأخذ البيدق، وبعد ED5
مورفي ممكن يسترجع البيدة سواء بالأخذ بالوزير أو ربما الأخذ على المربع F4، ولكن مورفي لعب نقلة أخرى وهي E4، والبيدة الأسود أصبح شوكة في معسكر الأبيض اللي كمل نايت C3 طالب البيدة نايت F6 بيحمي البيدة وفي نفس الوقت بيعبق قطعة D3. الأبيض بيضغط على البيدة أكتر والأسود لو أخد الأبيض بياخد بالفيل وبكده يبقى عبق قطعة على حساب الأسود، ولذلك مورفي كمل بيشوب بي 4 وبيربط الحصان وبيخرج من المعادلة، والأبيض كمل بيشوب دي 2 وبيرفع الربط عن الحصان والبيدة أصبح مطلوب. لكن هنا مورفي بدأ الألعاب النارية بنقلة رائعة E3. مورفي بيضحي بيدة آخر وبعد بيشوب تيكس E3 اتضحت فكرة مورفي في تضحية البيدة لأنه فتح العمود E على الملك وكمل كسل وبيهدد بروك E8 وربط الفيل على الملك، والأبيض كمل بيشوب D2 وبيبعد الفيل عن العمود E المفتوح وفي نفس الوقت بيرفع الربط عن الحصان، ومورفي كمل بيشوب تيكس C3 بي تيكس C3 روك E8 تشيك، والأبيض غطى بالفيل وبعد 10 نقلات أصبح الأبيض متفوق ببدائين لكن بيده غير متناسقة، والفيل مربوط على الملك اللي التصق بالمنتصف ولا يستطيع التبييت، وفي نفس الوقت الفيل الآخر ليس لديه أي مجال للعب، ومورفي كمل في تفوقه ببيشوب جي 4 بيعبق قطعة أخرى والفيل أصبح مربوط على الوزير وفي نفس الوقت مربوط على الملك، والأبيض كمل سي 4 وبكده أصبح بيدا الأبيض محمي أخيرا. لكن مورفي كمل بالنقلة سي 6 طالب يفوز بالبيدا، والأبيض كمل دي تيكس سي 6 وبعد نايت تيكس سي 6. وصلنا إلى هذا الموقف اللي لو حاولنا نقيمه هنقول إن الأبيض متفوق ببدائين لكن الأسود مكتسح الرقعة لأنه متفوق كثيرا في مجال التعبئة، وفيل الأبيض مربوط على الوتر على الوزير وكذلك مربوط على العمود على الملك، وما زال أكتر من قطعة بيضاء لم يتم تعبئتها، لكن الأهم أن الأسود بيهدد بالفوز فورا بنقلة زي النايت دي 4 وبيكثف الضغط على الفيل المربوط، ولذلك الأبيض مجبر على التحرك بالملك للمربع F1 وبكده بيفك الربط عن الفيل وأصبح بيهدد بالفوز بقطعة فورا، ومورفي لابد أن يتدخل سريعا ولعب نقلة حاسمة. يا ترى إيه هي؟ مورفي لعب النقلة الحاسمة روك تيكس E2. دي مش مجرد تضحية فرق لكن يبدو أنها حسمت الدور لصالح الأسود زي ما هنرى بعد قليل، والأبيض كمل نايت تيكس E2 وهنا جاءت النقلة الفائزة نايت D4. مازال بيربط الحصان على الوزير وبيمنعه من الحركة، وحاليا أصبح بيهدد بأخذ الحصان بالفيل وليس فقط الفوز بقطعة بل بشوكة ملكية للملك والوزير، والأبيض أصبح في حالة يائسة ولعب كوين B1، ومورفي أكمل بطريقه للفوز ببيشوب تيكس E2 تشيك، والملك لو عاد مرة أخرى للعمود E هيتعرض للخطر على طوال العمود المفتوح، ولو ذهب للمربع G1 هيخسر فورا بنايت تيكس C2 والحصان بيهدد الرخ، لكن الأهم بيخلي المربع D4 للوزير ومن هنا الملك هيتعرض للتشيك ميت في نقلتين، ولذلك الملك ليس أمامه غير الذهاب للمربع F2، ومورفي أكمل في تعذيبه بنايت G4 تشيك كينج جي 1، ومورفي كمل بنايت اف 3 تشيك، والابيض ليس امامه غير اخذ الحصان، والاسود كمل كوين دي 4 تشيك كينج جي 2 كوين اف 2 تشيك كينج اتش 3، ومورفي كمل كوين اف 3 تشيك، والملك مجبر على الذهاب للمربع اتش 4 وهنا جاءت النقله الاخيره نايت اتش 6. الاسود بيهدد بكوين جي 4 تشيك ميت، ولو الأبيض دافع بنقلة زي الكوين جي 1 الأسود هيستبدلها بمات في نقلتين بنايت F5 تشيك، والملك مجبر على الذهاب للمربع جي 5
وهنا بيتلقى المات بكوين اتش 5 تشيك ميت، ولذلك في الموقف ده الابيض سلم. مورفي اثبت مره اخرى تمكنه الهائل من كل فنون الشطرنج. ودلوقتي نبدا في الاجابات باجابه نهايه الدور. الابيض بيلعب النقله المفتاح الغير متوقعه كينج سي 3، بيترك الاسود يرقي لوزير وبكش، لكن الاسود بيفاجئ ان بعد ما يرقي الى وزير الابيض بيلعب ببساطه كينج بي 3 وبياخد المقابله مع الملك الاسود وبيهدد بتشيك ميت بروك اتش 1 تشيك ميت، والوزير الاسود لا يستطيع الدفاع بكفاءه امام هذه المات، والابيض بيفوز في كل التفريعات. ولكن الاسود بدلا من الترقيه الى وزير ممكن يرقي الى قطعه اخرى، ولو كان رخ او فيل هيعامل بنفس المعامله، ولذلك لا يوجد غير الترقيه لحصان. وهنا تتحول النهايه الى رخ امام حصان وبيدق، والابيض بيبدا اولا بالنقله روك بي 2 تشيك، والملك لازم يبتعد، وهنا الابيض بيلعب روك اي 2 بشوكه للحصان والبيدق، والحصان بالطبع ليس لديه اي مربع امن، ولذلك لا يوجد غير اقتراب بالملك، وهنا الابيض بياخد البيدق، وبيصبح النهايه رخ امام حصان، والاسود له النقله والملك لا يستطيع التحرك، والا هيترك حمايه الحصان، والحصان لا يستطيع الذهاب للمربع بي 3 ولا يوجد غير المربع سي 2. وهنا الابيض بيلعب نقلات محسوبه بروك اي 6، ودي نقله انتظاريه والنقله اصبحت للاسود. اذا الملك ابتعد للمربع اي 1 هيترك حمايه الحصان، بينما اذا جاء للمربع سي 1 الابيض هيفوز ايضا بروك اي 2 طالب الحصان بالرخ والملك، والحصان لازم يغادر، وفي هذه الحالة بيترك السيطرة على المربع اي 1، والابيض بيلعب روك اي 1 تشيك ميت، ولا يوجد غير ابتعاد الحصان سواء للمربع اي 3 او للمربع اي 1. اذا ذهب الحصان للمربع اي 1 الابيض هيفوز فورا بروك اي 2، نقلة انتظارية، والحصان ليس لديه اي نقلة صالحة، ولا يوجد غير الابتعاد بالملك، وهنا بياخد المقابلة مع الملك، والابيض بيلعب روك اي 1 تشيك ميت. اذا لا يبقى غير تحرك الحصان الى المربع اي 3، وهنا الابيض بيلعب ببساطة روك اي 1 تشيك، كينج اي 2، روك اي 2 تشيك، والملك لو ذهب للمربع بي 1 الابيض بيلعب كينج بي 3، بياخد المقابلة معاه وطالب تشيك ميت، وفي نفس الوقت طالب الحصان، والابيض بيفوز، ولذلك الملك بيذهب للمربع اي 1، وهنا الابيض بيكمل كينج بي 3 طالب الحصان، والحصان اذا ابتعد الابيض بيعطي تشيك ميت، ولذلك بيذهب للمربع بي 1، وهنا الابيض بيفاجئه بالنقله روك اي 2 تشيك ميت. واخيرا وصلنا الى اجابه الموقف التكتيكي. الابيض اعلن ان تشيك ميت في 6 نقلات، بدات بالنقله بيشوب اتش 7 تشيك، ولا يوجد للاسود غير الوصول للمربع اتش 8، وهنا بدات مفاجات جيمس نايت اف 7 تشيك، ودي رغم انها شوكه ملكيه الا انها ايضا تشيك ميت، ولا يوجد دفاع غير اخذ الحصان، وهنا جاءت المفاجاه الثالثه بنايت جي 5 تشيك، ودي ايضا تشيك ميت الا لو الملك اخذ الفيل، وهنا جاءت المفاجاه الثالثه وهي مفاجاه مؤلمه بنايت اف 8 تشيك، ودي كش مزدوجه بالحصان والوزير. لاحظ ان الحصان مطلوب وكذلك الوزير، لكن بما انها كش مزدوجه فلا بد من تحريك الملك، والملك لو ذهب للمربع اتش 8 هيتلقى المات في نقله واحده بكوين اتش 7 تشيك ميت، ولذلك ذهب للمربع جي 8، وهنا جاءت المات الساحره في نقلتين بكوين اتش 7 تشيك، كينج اف 8 كوين اتش 8 تشيك ميت. الحقيقه دي واحده من صور المات الرائعه اللي يندر اننا نراها في الادوار العمليه. ودلوقتي اودعكم على امل اللقاء في الفيديو القادم، فالى ذلك الحين اتمنى لكم اوقاتا ممتعه. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناه وشارك بتعليقاتك.